في حملة كبيرة لنقابة الأطباء البيطريين تحت شعار معا ضد السعار 2030، تم تخصيص بالتعاون مع وزارة الصحة 330 مركز، وده على مستوى الجمهورية كلها. بيواجهوا حالات يعني للأسف ممكن الكلاب الضالة تكون سبب فيها، وده طبعا بالإضافة لتوفير كميات إضافية من الأمصال والتطعيمات ضمن الإجراءات الوقائية ضد هذا المرض، أو ما يطلق عليه بدل السعار ده الكلب. فيروس مميت بينتقل للبشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى. ناخد فكرة أكتر مع الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور خالد، إحنا يعني دايما بنقول هذا الاسم لهذا المرض، وكل معرفتنا بيه أنه بسبب الكلاب الضالة. هل ممكن تدينا فكرة أوسع والتفاصيل؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو داء فيروسي مميت بيصيب المخ والجهاز العصبي في الحيوان، بينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق العقر من حيوان المصاب، ويبقى في لعاب الحيوان المصاب. طبعا الكلاب هنا في الدول النامية هي أكتر حيوانات اللي هي بتنقل المرض ده، لكن ممكن يتنقل من حيوانات تانية زي الخفافيش أو الثعالب، بس في بلاد تانية. لكن هو في مصر أكثرها بتعتمد على موضوع وجود الكلاب الضالة اللي ممكن تكون مصابة بالفيروس. الفيروس طبعا له أعراض كتيرة، من ضمنها ان هو بيبقى فيه حمى وصداع وغثيان وقيء وقلق وارتباك وفرط نشاط، بالإضافة لصعوبة في البلع وفرط في إفراز اللعاب، هلوسة وأرق، وبعدين شلل جزئي بيؤدي بعد كده للوفاة. احنا حالات العقر في مصر او عدد بلاغات على العقر في مصر بتصل من 400 ل 450 ألف حالة سنوية. أيوة. وفق آخر إحصائيات اللي هي سنة 19 أو 20، بيقترب العدد الحالات الوفيات من 100 حالة. أكثر المحافظات اللي احنا ممكن نلاقي فيها حالات وفيات بتبقى القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة، لأن هي بتبقى متخمة لحدود مناطق صحراوية أو حاجات زي كده اللي هي التجمعات وكده. طبعا يعني المشكله انه يعني احنا عندنا نوعين من الكلاب، الكلاب اللي هي كلاب الشوارع، والكلاب اللي هي ليها مالك او في حيازه ملاك. الكلاب اللي في حيازه ملاك دي لازم يبقى ليها رخصه، وبيبقى فيها تطعيمات وحاجات زي كده بشكل دوري، فبيبقى فيه نوع من الحفاظ على الصحه، وفي نفس الوقت بتؤدي لشق وقائي تاني، ان انا لما بدي التطعيمات اللازمه لكل حيوان ببقى عملت وقايه لكل المحيطين بيه والحيوان نفسه قبل كده. طيب لكن كلاب الشوارع، يمكن حضرتك تعلمي ان احنا ان عدد الحيوانات في مصر الكلاب الضاله يزيد على 15 مليون تقريبا كلب ضال او كلب شوارع. طيب مع تغير المواسم، عايزه انتقل لنقطه تانية برضو مهمه، بيتتعرض الطيور لامراض، يعني ممكن تقولي حضرتك دوركم ايه في الموقف ده؟ الموقف الوبائي في مصر والامراض، وبالذات ممكن يكون انفلونزا الطيور، ده من اكثر الامراض اللي بتسبب قلق في مصر. في حملات كثيره بتقوم بيها الهيئه العامه للخدمات البيطريه والاطباء البيطريين كدورهم ودور اساسي في الوقايه، لان احنا دورنا اساسا وقائي بالدرجه الاولى من كل الامراض اللي بتصيب، وخصوصا الفيروسيه. تصدى الأطباء البيطريون على مدار سنين طويلة للأمراض الوبائية سواء في الطيور أو في الحيوانات اللارج أنيمال بصفة عامة، من ضمنها حملات يعني أو جائحة إنفلونزا الطيور في 2006 و2009، وكان الأطباء البيطريين الحقيقة يعني جنود مجهولون في الدفاع عن صحة المواطن والوطن وأمن الوطن بالنسبة لمصر في الفترة دي، وتحملوا الكثير بإنكار ذات كبير جدا جدا من كل زملائنا الذين يعني أشرف أن أنا أكون نقيبا لهم وأنحن احتراما لمجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم في كافة مناحي مناطق الجمهورية ووقايتهم. لأن حضرتك يمكن قد لا تعلمي أنه في أكثر من 300 مرض بينتقل من الحيوان للإنسان على اختلاف أنواعها، وده بيشكل يعني خطورة كبيرة إذا لم يكن هناك طبيب بيطري وطبيبة بيطرية متعلمين تعليم جيد جدا وكفاءات ووعيين وقايمين بدورهم على الوجه الأكمل في حماية الوطن واقتصاد الوطن والمواطن المصري على حد سواء. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين على وجودك معنا.